السلام عليكم. أرادوا أن يعبروا عن جوعهم أو عن تضامنهم مع جوع جيرانهم الذي تسبب به الانقلابيون ونقلوا بالحرب سكان صنعاء من الستر والغنى إلى الفقر والجوع، لكن آلة القمع الحوثية كانت للجوع بالمرصاد. صباح السادس من أكتوبر وهو الموعد المفترض لمظاهرات الجوع، ملأ الحوثيون ميدان التحرير وشوارع صنعاء وجامعة صنعاء بالمئات من عناصرهم، انتهكوا حرم جامعة صنعاء، ضربوا داخله طلابا وطالبات، بل وأولياء أمور استدعوهم إلى الجامعة ثم اعتدوا عليهم بالضرب والاعتقال. مشاهدينا الكرام، الطالبة الجامعية أزال علي تحكي قصة الاعتداء عليها واعتقالها ثم التهديدات التي واجهتها في صنعاء. نتابع روايتها في الفيلم التالي ثم نعود. أولا أنا طالبة كلية الشريعة والقانون مستوى أول. بيوم 6 أكتوبر انطلقت ثورة الجياع اللي كان تنسيقها والإعداد لها غير مباشر من خلال شريحة من الشباب في العاصمة صنعاء. كنا على اتفاق مع مجموعة من الصديقات والمقربات والأصدقاء والمقربين أنه نخرج هذه الثورة، لأنه عانت صنعاء في الفترة الأخيرة من المجاعات إلى درجة أنه مات الطفلة أعتقد انتشر خبرها. فانطلقنا، خرجنا رغم التهديدات اللي وصلتنا على الجوال خصوصا للنساء. يقولون هم ما راه ولا رجال يخرج في صنعاء ولا في غير صنعاء، في المحافظات اللي تحت الستر فيجي له لبج وعصد يرجع يصيحوا يقولوا بيعتدوا على النساء، بيعتدوا على بعنا نجوان فوق 40 باص، يعني كشفت لهم قبل، فيدعسوا والد والد والديها، اي واحده تخرج فارغه بنت حرام. خرجنا رحنا التحرير الصباح الساعة 8:30، ما شفنا في أي شيء تحرير غير عبارة عن نساء لا أمنيات أو ما يسمى بالزينبيات ومجموعة من الحوثة يعني. بعدها شفنا حصلت مطاردة بيننا إحنا ومجموعة من الزينبيات، كانوا يحاولوا إمساك بنا مع إن إحنا ما سوينا شيء، عاد إحنا رحنا نحن ندخل نبدأ نظاهر، لكن كأنه القمع قبل ما يبدأ يعلى الصوت، فحصلت مطاردة مع اثنتين من زميلاتي من كلية الشريعة والقانون، قدرنا ننجو رحنا للجامعة، شفنا في عروض عسكرية. بالميليشيات، هذه العروض مجموعة من الميليشيات كبيرة جدا ممتدة مسيرتهم، فبدأ التفتيش في النقاط على الجوالات في الشنط، تفتيش من اللجان أو اللجنة النسائية كاملا للطالبة عند الدخول. دخلنا وبعدين جو ثنتين صديقاتي خوات طبعا على أساس داخلين إحنا محاضرة، معنا محاضرة. بعدين شفنا في مناوشة مجموعة من النساء ملفوفات على واحدة من البنات في يدها جوال وجاسين تصايح، رحنا نشوف إيش فيه، اكتشفنا أنها الأخت الثالثة للخوات اللي معايا. طلعنا لعند العميد وسط المحاضرة أثناء محاضرة مجموعة كبيرة من الطلاب على أساس نوريه الجوال إنه أفصل بيننا إنه إحنا ما في الجوال لا في رسائل تحريض ولا في اتصالات تحريض ولا في أي حاجة. هناك تم غدرنا، دخلونا الزينبيات إلى القاعة بالغصب، حصل ضرب بداية مع ضربوا طالب، الرجال ضربوا طالب، وفجأة بدأين يسحبين الطرح علينا الزينبيات والكهرباء في الرقبة، ومحاولة القبض كل أربع على واحدة من صديقاتي، حاولنا المقاومة. بعدها أنا رحت أدافع على صديقة لي، سحبين عليها الطرحة أمام الشباب الكلية،
فجأة اختفوا كل الشباب، خرجوا يعني اتجعوا يعني، والبنات بقي بس أنا وأربع صحباتي اللي هن ثلاث وأنا الرابعة، ومجموعة كبيرة من الزينبيات تصل إلى 13 زينب. حاولت الدفاع عن صديقتي، تكهربت في يداتي طبعا، سحبت الكهرباء وكهربتهم عساس يفكوا صحباتي يعني، كهربتهم يعني كل مجموعة كانوا ماسكات واحدة من صديقاتي كهربتهم حيث انهم نفروا. ساعتها تسلطت الاضواء علي وتم الاعتداء علي بالصمول في ظهري اكتافي في راسي زي ما شفتوا في المقطع. وهنا يعني قدرت ان انا يعني ادافع على صديقاتي كانوا متخبين ورايا بالكهربائي، لانهم كانوا يحاولوا انهم سلمينا الكهربائي، رفض تسليمهم الكهربائي بحيث انهم يأمنون خروجنا، لانه انا لو سلمت الكهربائي كنت بقتتل مع انجوش بعد اللي حصل يعني. من داعش التحية بعدين صديقاتي اتصلوا على والدهم وجاء اخذ الكهربائي مننا، خلاص بنخرج. هناك في الممر تبع الخروج اعتدين علينا كامل مع والد صديقاتي بالضرب، حصلت فكوك لصحباتي في الراس بالكهرباء طبعا بكل الوسائل المتاحة. طبعا كانوا يحاولون يغدرين فينا بالخناجر، لكن كنا يعني قادرات نشوفهم قادرين نحمي نفسنا. بعدها اختفى الأب، أخذوه الميليشيات وإحنا جرجرونا. أول ما وصل الباص كانوا في ميليشيات مأمنات مأمنين حيث إن إحنا ما نهرب أو شيء يعني بطريقة غير مباشرة، وبالغصب زي ما تقول إحنا قد كنا تعبانات أصلا، الدم بينزل والشمس وتعبنا يعني نشف ريقنا من كثر الصياح والكذا. فدخلينا على الباص فجأة، وإحنا في الباص طبعا كان الرجل بيسأل وين نوديهم بأي قسم. شلوني لا تطرحوني فوق الباص، شلونا الحافة أنا والبنات خلاص. لبسوا كيف مفتجعين ميتين فجعة من بنات وعروض عسكرية خرف ساح وحركات ما شاء الله. فقالوا له قسم المنطقة الخامسة أعتقد شارع الزراعة قسم الجديلي. هناك استوعبنا احنا طبعا الباص كان منطلق بشكل سريع جدا، والمصيبة كان مسهل له يعني ما ادري يعني الشوارع مسهلة له بشكل غير طبيعي. لما وقف في منطقة حاولنا ان احنا ننزل طبعا يعني بقوتهن قدرين يمسكيننا ثبتيننا. انا صورت الفيديو اللي شفته انعرض يعني على اساس اني جالسة اسوي الطرحة، هن كانين موجهين لعندي طبعا. أرسلت الفيديو لوحدة من البنات وحذفته، أخذن جوالي يعني في لحظات سريعة وجريئة جدا. أخذين الجوال جوالاتنا كلنا، وصلينا للقسم كتبوا أسماءنا رمونا في الزنزانة، كانت يعني مليان نسوان مليان بنات، زنزانة صغيرة يا زلمة غرفة صغيرة مغلقة. يمكن كانت حالتي أنا وصديقاتي أسوأ الحالات. هنا انضربين اللي كان معنا بالسجن طبعا، انضربين بشكل كبير، لكن احنا كنا بالدماء يعني. طبعا ركعونا على ركبنا ومع خلصونا الجزمات أخذوا حقنا الشناط ورفعونا يداتنا لفوق. طبعا كان كل وقت احنا انحبسنا الساعة 12، كان كل ساعة تمر في مجموعة جديدة تجي يعني، كان مستمر، كانت عملية القمع مستمرة إلى المغرب. الساعة 8 أخذونا لكتابة تعهدات بأنه مثلا أنا أزال علي أتعهد ألا أخرج في مظاهرات أخرى أو أقوم بالتحريض أو مدري إيش، وإذا حصل هذا الكلام كله أتحمل اللي بيجيني. كتبنا التعهدات مجبورين انه ما كنا ما عندنا اي حل ثاني عشان نخرج. بعدها
إجا والد صديقتي، خرجنا الساعة 8:30 وصلنا يعني البيت خلاص. ثاني يوم أنا قلت لا بروح الجامعة، كانت حالتي الصحية متدهورة يعني ما رحت المستشفى حتى. رحت الجامعة اضطريت إن أنا أروح علشان ظروفي الصحية تدهورت. كانت الجامعة طبعا في هذا الأسبوع، أسبوع يعني من 6 أكتوبر لنهاية الأسبوع، كانت مكتظة بآلاف الزينبيات اللي بيفتشين الطالع والداخل، وعملية الاعتقال كانت مستمرة للطالبات والجوالات. هنا بدأت توصلني تهديدات حتى واضحة إعلاميا أنه هذه البنت دمها مهدور. بعدها الحمد لله الجهات المختصة ورجال الأمن والناس اللي يعني فعلا يهمهم العرض وانتهاك الحقوق هذه قدروا انهم يجمعوني بصديقتي المتواجدة معي هذا الحين، او بالزميلة زميلة ثورة الجياع اللي انا ما عرفتها الا بثورة الجياع، وقدروا يخرجونا من صنعاء بأمن وأمان. ولحين انا متواجدة في مأرب. وصلت هنا نعمت بالأمن والأمان والتعامل المريح والشهامة والنشمية وكل حاجة، بس لحد ذا الحين احنا مش محددين مستقبل. انا كل يوم افكر هل بكمل دراستي ولا مش هكملها، هل بيكون لي مستقبل ولا خلاص توقف كل شيء. يعني انا ليليا انام واقول يعني هل وقف مستقبلي ولا هو بيستمر ولا خلاص انا ثبت على هذا الشيء، لوين انا يعني بعد سنة بعد سنتين انا وين يعني. عطلت ميليشيا الحوثي حياة الشعب اليمني بأكمله وقضت على أحلام الكثيرين وزجوا بالنساء إلى السجون لأسباب سياسية، وقد كانت هذه الجريمة واحدة من أهم أسباب الثورة 11 من فبراير عام 2011. لم يكتفوا باعتقالهن بل تعرضن للاعتداء داخل الحرم الجامعي الذي انتهكت قدسيته وتحولت ساحته إلى فضاء لاستعراضات عسكرية وأمنية تقوم بها عناصر الميليشيا بشكل شبه يومي بهدف إرهاب طلاب الجامعة وأساتذتها. وهذه ليست أول مرة تنتهك فيها ميليشيا الحوثيين حرمة مكان مقدس، فقد بدأت مسيرتها باحتلال المساجد وتفجيرها وقتل ومطاردة أئمتها واعتقالهم. مشاهدينا الكرام، للحديث عن التوصيف القانوني للانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المحتجين يوم 6 أكتوبر تحديدا، ينضم إلينا من مدينة مأرب المحامي والناشط الحقوقي عادل الذيباني. مرحبا بك سيد عادل. يا مرحبا فيكم. شاهدنا قبل قليل فيلما حوى شهادة الطالبة أزال علي، وهي واحدة من الطالبات اللواتي تعرضن للاعتداء والاعتقال في صنعاء يوم 6 أكتوبر. بداية، ما هو التوصيف القانوني لعملية القمع التي تعرض لها المواطنون الراغبون في الاحتجاج على يد ميليشيات الحوثي في صنعاء يوم 6 أكتوبر؟ التوصيف القانوني لما حدث من قمع الاحتجاجات هي جريمة لمنعهم من التعبير عن الرأي، وهذا حق مكفول في الدستور لكل مواطن يمني الحق في التعبير. نعم. فقمع الاحتجاجات وعدم التعبير عن الرأي لا شك بأنها جريمة، لأنه انتهاك لحق منصوص عليه في الدستور، وهذه جريمة كاملة الأركان يعاقب عليها مرتكبيها. نعم. إذا ما عدنا إلى التفاصيل بدقة، لم تحدث أي احتجاجات حد علمي على الأقل، كل ما في الأمر أنها كانت دعوات للقيام بأمر ما يوم 6 أكتوبر، بمعنى أنه لم يحدث فعل تمت مواجهته من قبل الحوثيين، وإنما قاموا بالاستباق بعملية استباقية يعني تفتش في نوايا الناس. إلى أي مدى يتجاوز هذا في عرف الانتهاكات يعني؟ ما تقوم به ميليشيات الحوثي هي جرائم. نعم. بمعنى ماذا نتوقع من حركة استولت على الحكم وانتهكت الدستور بقوة السلاح؟ فلا نطالب من ابن شرعي أن يأتي جاء سفاحا أن يحترم الدستور والقانون الذي كفل كل الحقوق والحريات لكافة أبناء الشعب اليمني. والدستور المقصود هنا
بالدستور الذي قامت ميليشيا الحوثي بانتهاكه. نعم. فلن طالبها بأن تلتزم بجميع الحقوق والمنصوص عليها في الدستور أن تلتزم به وقد انتهكته من خلال الاستيلاء على الحكم بالقوة. فما قامت به ميليشيات الحوثي هي جرائم. نعم. بل لو جيت توصف عليها ما قامت به هذه الحركة منذ استيلاها على الحكم والسلطة لا تم التوصيف بحقها كل الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات لو وجدنا بأنها تنطبق عليهم. نعم. من أول مادة إلى آخر مادة، من الاستيلاء على الحكم والانقلاب على الدستور إلى انتهاك الحريات إلى القتل إلى التفجير إلى فكل ما شئت أو ما يدور في الخلد في خلدنا فإن هذه الميليشيات قد قامت بارتكابها. إذن يمكننا القول أن المتظاهرين أو الراغبين في الاحتجاج يوم 6 أكتوبر تعرضوا للقمع يعني وتعرضوا للإرهاب وللاعتقال والتعنيف اللفظي والقذف، هل يمكن للمجني عليهم أن يتقدموا بشكاوى أمام المحاكم ودعاوى للتعويض أو مقاضاة الأشخاص المنتهكين لحقوقهم؟ يا أخي بالنسبة ما يتعرض له الناس بشكل عام، المجنى عليه هو خصم وفق للقانون، هو خصم منضب للنيابة العامة، وما يجب أن تقوم به من تحريك دعوة جزائية أمام القضاء هي النيابة العامة صاحبة الولاية العامة في تحريك الدعوة الجزائية ممثلة بالنائب العام. نعم. هذا ابتداء. وما نستغربه حقيقة يعني بأنه إلى الآن لم نشاهد النيابة العامة ممثلة بالنائب العام الدكتور علي العوش لم تحرك ساكن ولم تحرك ملف واحد أو تحرك دعوة واحدة ضد من قاموا بانتهاك الدستور، ضد من قاموا بالاستيلاء على الحكم، ضد من قاموا بانتهاك الحقوق والحريات والاعتقال والتعسف وكل الجرائم. فالسؤال الذي يطرح نفسه أين هي دور النيابة العامة، دور الآخر نائب معالي الآخر نائب العام، لماذا لم يحركوا الملفات؟ لأنهم هما أصحاب الولاية العامة وفق نص المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية الذي نصت على أن النيابة العامة هي صاحبة الولاية العامة في تحريك الدعوة الجزائية. أما المجنى عليهم هما خصم منضمين إلى 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 النيابة العامة للمطالبة بأي تعويض حقوق خاصة يعني سواء نعم. تعويض بالحق الشخصي أو بالحق المدني، ويحق لهم التقدم بهذا أمام القضاء، إنما هما خصم منضمين إلى النيابة العامة. كيف يمكن تفسير هذا الوضع في ظل أن الطرف الإنقلابي يقوم بتحريك الدعاوى ومحاكمات وصلت حتى إلى إصدار أحكام على رئيس الجمهورية وعلى عدد من المسؤولين في السلطة والحكومة الشرعية بالإعدام؟ هناك مقولة قانونية تقول إذا لم تحاكم المجرم على إجرامه سيأتي اليوم الذي يحاكمك هو. فالواقع بأن هذه الميليشيات هي مدركة الحجم القضاء ودور القضاء، فاستغلته رغم أنها انقلابية. نعم. وانتهكت كل الدستور، وبدلا من أن تحاكم انطلقت إلى من الدفاع إلى الهجوم. وللأسف هذا هو ما يحسب على الشرعية وعلى حكومة الشرعية وعلى النيابة العامة بأن تتحمل وزره، لأنه لم تحرك للآن ملفا واحدا على الميليشيات الانقلابية الذي انتهكت كل الأعراف وكل القوانين ومطلوب محاكمتها، لأنه إذا لم يتم محاكمة الميليشيات فما هو ما يحصل اليوم بأن الميليشيات هي من تحاكم أصحاب الشرعية إبداء من رئيس الجمهورية وقادة الأحزاب وما إلى ذلك رغم أنهم على باطل. نعم. إذن في ظل هذا الوضع لمن يلجأ المواطن عندما يتعرض لمثل هذه الانتهاكات؟ الصحافة وحدها لا تكفي، الصحافة تفيض بمئات وربما آلاف القصص من الانتهاكات من القتل إلى التفجير إلى التهجير إلى الاعتقالات، أين يذهب؟ يا أستاذ الحياة هناك يقول لك لن يضيع حق وراءهم طالب، كل من تعرض للانتهاك كل من تعرض أو ما شابه ذلك فعليه أن أول أن يوثق الحالة الذي تم انتهاكها. نعم. وبالأدلة القانونية الذي وسوف يأتي اليوم الذي ينتصف فيها الضحايا لحقوقهم ويأخذ المجرم جزائه مهما كان. نعم. واستاذ عبد الله في هذا الجانب اذا احببت هناك بعض لانه العمل هو تكاملي. نعم.
هناك بعض الأمور يجب أن تقام. نتمنى أن تطرحها سيد عادل إذا كان وسمحت لي بالفرصة. تفضل. بعض الرسائل فقط، هي عبارة عن بعض الرسائل حتى يقوم كل بدوره. الرسالة الأولى هي لفخامة رئيس الجمهورية وحكومة مجلس الوزراء، يجب أن هما السلطة التنفيذية الممثلين للشعب، يمثلون إرادة الشعب، وعليهم مطلوب منهم بأن يقوموا بإصدار قانون، قرار جمهوري بقانون يجرم هذه الميليشيات، يجرم ميليشيات الحوثي التي تعتنق فكر السلالة للحكم ومع استخدام القوة. يجب إصدار المطلوب من رئيس الجمهورية وفقا لصلاحيتها الدستورية، نعم، عليه بأن يقوم بإصدار قانون، قرار جمهوري بقانون يجرم هذه الميليشيات، وهذا وفقا لصلاحيته المنصوص عليها في الدستور. نعم. الرسالة الأخرى أو الرسالة الثانية هي معالي الأخ النائب العام ومجلس القضاء الأعلى. يا معالي الأخ النائب العام، عليكم أن تقوموا بواجبكم وفقا للقانون، عليكم أن تحركوا الدعاوى الجزائية، ونحن مستعدين لأنكم بجانبكم وندعمكم في هذا الجانب فيما يتعلق بالحق المدني أو الحق الشخصي للضحايا. نعم. فقوموا بواجبكم الذي أناط به القانون وبتحريك الدعاوى الجزائية لمحاكمة الإنقلابيين قبل أن يأتوا ويجي يوم ويحاكمكم هم. نعم. الرسالة الثالثة إذا سمحت لي أخي المياه إلى اللجنة الوطنية وكل المنظمات المهتمة بالحقوق، يا أخوة يا، وبالذات اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ما تقوم به من عمل هو رائع موثق، نطلب منهم بأن يقوموا بإحالة كل تلك الانتهاكات إلى القضاء حتى يتم محاكمة المجرمين في هذا الجانب بغض النظر عن من كانوا، لأنه هي المنظمة الوحيدة التي تكاد تكون حالياً بأن عملها منظم وموثق وبالأدلة، فنطالبهم بإحالة كل ما تم توثيقه إلى القضاء، ونطلب من بقية المنظمات الحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان بألا تكتفي بمخاطبة الخارج برصد ونشر الجرائم أو الانتهاكات التي تقوم بها. فنريد خطوة أخرى بأنه ما قمتم برصده ونشره، نريد توثيقه وإحالته إلى القضاء حتى يتم إنصاف الضحايا ومحاكمة المجرمين. ورسالة أخيرة هي إلى التحالف، يعني قيادة التحالف، يا قيادة التحالف، وكل ما طال الوقت، الوقت ليس في صالحكم، الحوثي هو بيرهن على الوقت، المطلوب بأن يتحول سقف، يعني ألا نعيش مع المرض أو أعراض المرض ونترك المرض نفسه. المرض الذي تعاني منه اليمن بشكل عام هو الإنقلاب، هذا هو المرض وهذا هو الداء الذي يجب استئصاله، وما نتج عنه من انتهاكات سواء واعتقالات وكل الجرائم ما هي إلا آثار من آثار الإنقلاب. فيجب أن يرفع السقف وتخف التكلفة برفع بأنه يتم الحسم العسكري، لا بد من الحسم حتى تقل الكلفة، فالحسم العسكري هو مطلوب لاستئصال المرض، ولا نظل نعيش مع أعراض المرض، فنحن كل يوم بنظل في عرض من أعراض المرض. إضافة إلى أنه كالأخوة في الجوانب المؤسسة، وأنا أقدر وأحترم قناة بلقيس، قناة القناة الحرة التي بتقوم بتوعية الناس في الدستور وما إلى ذلك، فهذا مطلوب، التوعية القانونية مطلوبة في هذا الجانب، بالإضافة إلى أنه هناك جبهة مهملة وهي من أهم الجبهات يا أخوة، جبهة لا تهملوش الجبهة القانونية، الجبهة القانونية هي جبهة لا تقل عن جبهة المعركة، ولكم في ذلك مثل، عندما قام، لو رجعنا للوراء قليلا لوجدنا بأن نظام الأخوان رغم ما شهد به العالم من نزاهته وطلع بشرعيا إلا أنه أسقط قضاء قبل أن يسقط عبر انقلاب السيسي، وذلك عبر إلغاء اللجنة الدستورية وإلغاء مجلس النواب، وكل ذلك بأحكام قضائية عن طريق القضاء، وهم انقلابيين، فما بالكم نحن ونحن أصحاب شرعية، شرعية القانون مكفولة وكل شيء، يعني الحق والجمهورية سيد عادل، لم يحق والجمهورية سيد عادل ضد الانقلاب، والجمهورية اليمنية تم اسقاطها، وهذا رأيي الشخصي، عن طريق القضاء ايضا، يعني منذ وقت مبكر عبر افقاد الناس ل يعني الثقة بهذا القضاء، وافقاد هذا القضاء الكثير من هيبته وقدسيته بدخول كثير من العناصر التي تعرفها. لكن بالعودة إلى رسالتك، بالعودة سيد عادل إلى رسالتك الأولى الموجهة لرئيس الجمهورية، ألا تكفي كل الخطب والتصريحات وبعضها دولية وموثقة في الأمم المتحدة بتجريم الميليشيا الحوثية، ألا يكفي كل ما قاله الرئيس لتصبح هذه الميليشيا في حكم
يعني المجرمة؟ لا يكفي، لا يكفي ذلك إلا بإصدار قرار جمهوري بقانون، قرار جمهوري بقانون. هذا مخول للرئيس الجمهورية بأن يصدر هذا القانون وفقا لما وفقا لصلاحية النص عليها في دستور الجمهورية اليمنية. نعم. وذلك بتجريم الميليشيات فكرا وسلوكا، الذي تؤمن الذي تؤمن بالحق السلالي او بالاضافه الى انها تستخدم العنف لهذه الطريقه. نعم. يجب يعني تجريم هذا الفكر، وحتى انه عندما يتم اعتقال او ايداع شخص محسوب على هذا الفكر او الجماعه في اي قانون تقدر تحاكمه اذا لم تكن الجماعه مصنفه يعني مجرمه. نعم. لا يمكن ان تحاكم باي تهمه او تنزل عليه تهمه، لكن اذا تم تجريم هذه هذه الحركه بقانون هنا تقدر ان من اعتنق الفكره. ولهذا يمر اعضاء الميليشيا بعد ان يتم تجريمه، ولهذا يمر اعضاء الميليشيا من مناطق الشرعيه دون ان يتعرضوا لاذى، ويسافرون إلى دول العالم دون أن يكون بحقهم حتى مذكرة طلب باعتبارهم مجرمي حرب. سيد عادل، ما الذي يمنع تحريك القضايا الموجودة لدى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان إلى القضاء؟ هل فعلا إمكانيات القضاء ليست مستعدة بعد 3 سنوات من الاستعداد أو من محاولة استعادة السلطة الشرعية؟ لا يوجد مانع يا أخي الكريم إلا أن تقوم النيابة العامة صاحبة الولاية بقلب القيام بدورها. القضاء موجود والنيابة موجودة، بل ما يسوء في النفس إلى حد الآن بأن هناك القضاة للأسف ما زالوا يسمون قضاة يحاكمون أخوان المعتقلين في النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء. نعم. اللي فاقت الولاية الذي بعد ما انتقلت ولايتها واختصاصتها الى مارب، ما ومع ذلك اخواننا الصحفيين هذه يعني اقل شيء. قال انتم جالسين يا حكومه الشرعيه ويا مجلس القضاء الاعلى، قال انتم يعني مثل ما يشاع عليكم بانكم في فنادق، اصدروا لنا قرارات وقوانين اقل ما هو ما نطالبه منكم. وذلك يعني قضاة ما زالوا لهناك، لم يتم فصلهم أو عزلهم أو رفع الحصار عنهم، وما زالوا يحاكمون أخواننا، بل قيل أن مرتباتهم تدفع من قبل السلطة الشرعية. المطلوب لهذه للحركة هذا هو اجتماع، في أول اجتماع ينعقد في عدن للمجلس الأعلى، مجلس القضاء الأعلى، يتم عزل القضاة هذولا اقل شيء، عزلهم. سيد عادل، على ذكر المعتقلين الحصار عنهم وإحالتهم المحاكمة ليكون رادع لغيرهم. نعم. على ذكر المعتقلين الذين يقبعون في سجون الميليشيا الحوثية ومنهم زملائنا الصحفيين، ما هي الإجراءات القانونية التي تقومون بها في سبيل الإفراج عن هؤلاء المختطفين سواء في صنعاء او في بقية المناطق؟ انتم كمحامين يعني. يا انا قلت لك بالنسبه لهذا لا، احنا دورنا كمحامين هو يقتصر باني امثل الضحيه عندما يريد ان اقدم له دعوه امام القضاء. نعم. انا كوكيل امثله كوكيل يطالب بالحقوق الشخصيه او المدنيه، وكذلك اذا هناك شكاوى اداريه، ونحن في هذا الصدد نحن ماشيين. قد تم الان بيتم اعداد ملف مع هناك تنسيق مع اخواننا او اخواتنا بالرابطه الامهات المختطفين على اساس يتم اعداد وتوثيق ملف لهذا الكلام فيما يتعلق في تقديم الشكاوى بواقعه الخطف والاعتقال والحجز على الحريه والتعذيب والقتل، ونحن في طور فرز كل الجرائم باذن الله على حدة، والتحرك بها بشكل جماعي وبشكل مؤسسي، لأنه رابطة الأمهات المتنين هي أصبحت لها ولا سلطة اعتبارية، ولديها بعد أن حاصلة على الترخيص هي أصبحت لها سلطة يعني شخصية اعتبارية. نعم. وتستطيع أن تمثل كل المختطفين سواء المعتقلين أو الذي يتم تعذيبهم أو الذي تم حجزهم أو اخطافهم وما ذلك، وإحنا في صدد إعداد إن شاء الله ملف متكامل لتقديمه إلى القضاء في هذا الجانب. ومع ذلك نحن بحاجة إلى دعم هذه الرابطة ودعمها بكل الإمكانيات. نعم. لأنه تخيل وإحنا الآن ما زلنا في خضم المعركة وما زال الإنقلاب لم يسقط، إلا أنه ما في هناك صعوبة من حيث لأنه المعلوم قانونا بان الجريمه الجزائيه شخصيه. انا عندما اقدم شكوى او امام النيابه او امام القضاء بتهم سين وصاد من الناس، هذا السين والصاد بحكم انه الحوثيين هم عارفين اجوا بحكايه ابو اصبح مجهول، يظل يعني بنلاقي صعوبه نوعا ما بتوثيق الاسماء.
الموضوع اضافه الى ان هناك ادله رغم ان احنا ما زلنا في خضم المعركه الا انه اصبحت من الصعوبه انك تلقاها او توثقها. فالمطلوب عمل تكاملي تقوم به كل الناشطين، كل القانونيين، والقضاء يقوم بدوره، ورئيس الجمهوريه يقوم بدوره باصدار القانون. ولا بد في الاول والاخير ان نعي ونشخص الداء بانه داء اليمن واليمنيين هو الانقلاب. لذلك يجب السعي بكل الوسائل إلى إسقاط وحسم الانقلاب وإسقاطه. نعم. ليس إسقاطه فقط بل وإسقاط كل ما ترتب عليه من آثار، لأنه كل الانتهاكات التي نحن فيها الآن هي أثر من آثار الانقلاب. نعم. هي كلها آثار أعراض جانبية للداعي الأساسي وننسى المرض نفسه. نعم سيد عادل، إذا ما تحركتم في هذا. نعم. الجانب ولذلك يجب استئصال سيد عادل، إذا ما تحركتم في هذا الجانب كمحامين وتقضيتم ويعني تقدمتم برفع دعاوى بشكل شخصي، هل يمكن أن يحرك هذا النيابة العامة التي يعني على ما يبدو أنها أهملت دورها كولي عام للوضع في اليمن؟ النيابة العامة هي من تمثل المجتمع وهي المنوط بها حماية المجتمع وحقوقه، ولكن في البدايه لا يمنع من انه اصحاب كل من يعني مات تحت التعذيب او انتهكت تعرض للانتهاك تعرض للتعذيب او تم اختطافه، كل هذول لا يمنع من تقديم شكاوى واحراج النيابه. والان اصبحت معنا نيابه جزائيه متخصصه باحراج النيابه اللي تقوم بدورها من خلال تقديم شكاوى. عفوا سيد عادل انظرها وما يحز في النفس ان انا اقدم سيد شكوى. عادل استخدمت لفظ لفت نظري وهو الإحراج. طبعا. كيف إحراج مؤسسة بالقيام بدورها؟ لأنه يا أخي ماذا تتوقع من بعد مرور 4 سنوات ولم يتحرك ملف واحد في قضية واحدة؟ ماذا لا أجد مبرر يقنع في الوقت الذي الميليشيات الإنقلابية قامت بمحاكمة رموز الشرعية. ماذا أسمي هذا؟ ما يعني النائب العام يجب أن يقوم بدوره أو يستقيل أو يعتزل إذا هناك إحراج أو محسوبيات أو ما يريد يقوم بدوره. نحن نقدر ونثمن دور القضاء، ويا أخوة الدور القضاء يجب أن يقوم بدوره ما لم سنجد أنفسنا كشعب يمني حكومة وسلطة وانقلابيين نتحاكم أمام الخارج بعد أن تنتزع صلاحية واختصاص القضاء المحلي لعدم قيامه بدوره. هنا تنتزع صلاحية القضاء المحلي إذا لم يقوم بدوره ويصبح الاختصاص للقضاء الخارجي أو القضاء الدولي وتحرك قضايا. هل يمكن أن تصل الأمور إلى هذا الحد؟ يمثلون أمر الخارج إذا لم نعم إذا استمرنا على الوضع الحالي ولم يقوم القضاء اليمني بدوره وبالنيابة العامة بدورها في تفعيل وتحريك كل الدعاوى الجزائية حتى ينال المجرم عقابه وينال الضحايا وينصف الضحايا. هنا لابد الناس هناك عدالة دولية. نعم. إذا ضاعت العدالة المحلية أو الإقليمية هناك عدالة دولية. لكن اليمن ليست سحبت توقيعها على مهما كان. لكن اليمن سحبت توقيعها بخصوص لجنة يعني محكمة الجنايات الدولية. لا أقصد لك يا أخي الكريم هناك قضايا حتى وإن كانت بعض الدول سحبة توقيعها، هناك قضايا يعني تتحاكم فيها بإجراءات معينة. يعني رغم ذلك يمكن أن تصل الأمور إلى قضاء دولي في جميع في بكل سهولة، وبالذات إذا لم يقوم القضاء المحلي بدوره. نعم. هنا أصبح وجوبا أنه المنظمات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان وعبر أكثر من جهة عبر الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن بأن يتم إحالة كل الانتهاكات كل القضايا الذي تم عدم، لأنه لا يمكن أن يفلت المجرم من العقاب. هناك عدالة دولية، هناك عدالة إنسانية، هناك عدالة قانونية، لا بد من سلك الطريق. وما نطالبه الآن نحن بنظر الحريص على قضائنا بأن يقوم القضاء بدوره في هذا الجانب ويفعلوا دورهم. القانون أنا أطبهم واحد، إذا أردنا أن نشخص الداء يجب علينا إذا أردنا أن نصرف الداء أو الدواء علينا أن نشخص الداء. نعم. مشكلتنا الحالية بأنه هناك جبهة قانونية مهملة يا أخي بكل ما تعني الكلمة من معنى، مهملة تماما. لم يتم تحريك ملف واحد ضد الجماعة الانقلابية ولم يتم محاكمتهم في أي جريمة لحد الآن. لماذا؟ وهذا نطلع عليه أعلام السؤال، لماذا لم يتم تجريم الحركة الانقلابية بقانون وهذا وفق لصلاحية رئيس الجمهورية؟ نعم.
بأن من حقه أن يصدر واختصاصاته بأن يصدر قرار بقانون، بالإضافة إلى ما الحرب اللي الدائرة الآن. يا أخي كل ما الهدف لو لاحظت الشعار الذي تقوم به الحرب الآن هي كلها تحت شعار لإجبار الحوثي على أنه يجلس إلى طاولة الحوار، ولم ترفع السقف بإسقاطه أو الحسم. لذلك هناك أمور يجب أن ندركها. الحسم مطلوب، إسقاط الإنقلاب هو الهدف والغاية، يجب ليس إسقاط الإنقلاب هو الهدف والغاية بل وكل ما ترتب عليه من آثار. يا أخي سوف نعاني أكثر من 50 سنة قادمة عبر الأجيال لكل ما تم زرعه وتلغيمه الآن في مؤسسات الدولة. صحيح. من منشنا هو في كل المؤسسات. صحيح. في سواء في الداخلية، في الجيش، في القضاء، في وهذا آثار الإنقلاب هي أخطر من الإنقلاب نفسه. نعم سيد عادل، على ذكر الـ أن الأمور قد تجري إلى اتفاق، يعني اتفاقيات سياسية أو توافقات سياسية وحوار، وهل أي اتفاق سياسي يمكن أن تضيع معه حقوق الناس الذين تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات؟ يا أخي الكريم، نعم في هذا الجانب إذا لم يتم التعامل بأن المجرم يجب أن ينال جزاءه العادل ابتداء من الآن، فتأكد بأن هناك بتكون أمور سياسية وبات يتم تسويات، وفي الأخير يخرج علينا محمد البخيتي ولا غيره من الميليشيات ويزايد علينا بيقول بأن هناك أصبح أعداد 60,000 مثل ما قال في الحروب الستة. نعم. 60,000 من تم قتلهم وأصبحوا أعداد ويزايدون بهم أمام الإعلام. يا أخي الكريم، لا مشكلتنا احنا خرجنا ساحه الثوره وخرجنا في ثوره شبابيه سلميه. نعم. وكانت المشكله والعائق الاكبر يجب علينا ان نتعظ. علي عبد الله صالح لو تم محاكمته لما وصلنا الى ما وصل اليه، لما استطاع انه يتحالف مع هذا السرطان والميليشيات وخرجها من الكهف ووصلها داخل دار الرئاسه. افلات المجرم من العقاب، يا أخي هناك مقولة إفلات المجرم، إذا تركت المجرم من العقاب سوف يأتي اليوم الذي يحاكمه. يكفي حصانة. كيف يضمن الناس حقوقهم سيد عادل؟ حتى لو لابد في الأول هناك عدالة انتقالية. نعم كمحامي هناك عدالة انتقالية. كمحامي هناك عدالة انتقالية. كمحامي سيد عادل كيف تنصح الناس بتوثيق هناك حقوقهم؟ يعني اولا اعرف خصمك، من الذي قام بانتهاك حقك سواء بالاعتقال او بالحجز او بالتعذيب. اعرفه بالاسم الثلاثي واللقب. نعم. متى جاوب على الثلاث الاسئله والثقة الاتي، اين ومتى وكيف، هذا مهمه جدا في حتى لا ينال المجرم عقابه. اين اين ومتى وكيف او فرديه امام القضاء، اين حدث سواء اعتقال او تعذيب، ما لا ما اسميه. نعم. ما شئت، اي انتهاك، اين حدث ومتى وكيف ومن الذي قام، لأنه هذا هو الآن العقبة الحقيقية والكاداهية من، لأنه الجريمة يا أخي الجزائية هي شخصية، لا يمكن أنا أطلق أو أتهم ميليشيات الحوثي بهذا المصطلح الرنان أو لا، في الأول والأخير هي الجريمة الجزائية شخصية، فلان من الناس سين صاد هو الذي قام بالانتهاك، هناك جرائم قامت بها حركة كحركة ومنظمة ميليشيات، هذه من اختصاص النائب العام هو الذي يقوم بتحريك الدعوة الجزائية لما قامت به من انقلاب وبغي والاستيلاء على الحكم بالقوة وكل وقتل وتفجير، هذه كحركة بالإضافة إلى أنه. نعم. يتم تجريمها. لكن كيف يمكن أن يعرف الناس أن الاسم الثلاثي كيف يمكن أن يعرف الناس الاسم الثلاثي والحقيقي أو الكامل لقيادات حوثية كما تفضلت تستتر خلف كنا لهذا الغرض تحديدا؟ هناك قد تكون هناك صعوبة لأنه متعمدين الحركة، لو بتلاحظ أنهم بيستخدموا الكنية أبو أبو أبو. نعم. لهذا الغرض حتى يفلتوا من الجرائم ويظلوا مجهولين. تم رفع بعض القضايا في صنعاء ضد بعض المشرفين، وللأسف حصلنا عائق وصعوبات رغم مخاطبة اللجنة الثورية بأكثر من القضاء وأكثر من جهة لموافقة المشرف في أبو فلان اللي كان فيه كلام من هو وما هو اسمه، ومع ذلك ظلوا متعنتين، وحتى أصدرت النيابة العامة قرار بأن لا وجه لقيام الدعوة الجزائية لعدم معرفة الفاعل. نعم. لعدم معرفة الفاعل لأنه أصبح مجهول هنا. إذن فعلا هنا عقوبة، لكن لا يمنع أنه إذا كان في فرصة لمعرفته خلنا نخرج يا أخي 40% 50% أقل أكثر. نعم. أفضل مما أنه نوهم أنفسنا بأنه نطلق لفظ ميليشيات الحوثي وأنها خصم الكل، لا
الجرائم الشخص الجرائم او الجريمه الجزائيه هي شخصيه، يجب التنبه لهذا الجانب بالذات، لان في عايق صحيح لكن كل معظم من التقينا بهم بيعرف منو خصمه، منو ذي عذبه، منو ذي اعتقله، منو ذي يعني في النهايه اليمنيون، في النهايه اليمنيون يعرفون غرماءهم، في النهايه اليمنيون يعرفون غرماءهم ويعرفون ايضا كثير من التفاصيل، يعني اقصد ان المساله ليست مستحيله. عموما شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي عادل الذيباني على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من مدينة مأرب. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. الطالبة الجامعية أزال علي تم الرصد، في أمان الله. Thank you.